ما الحيثيات والظروف التي رافقت تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟ وإلى أي مدى تعكس وحدة اللبنانيين الوطنية؟ ماذا وراء الحديث عن سيطرة حزب الله على وزارة الصحة؟ وأي فائدة يمكن أن يجنيها الحزب من الواقع السياسي الجديد في لبنان؟ ما خيارات الحكومة الجديدة في التغلب على أزمات لبنان الاقتصادية والأمنية؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان حكومة لبنان الجديدة تسكين سياسي أم علاج ناجع؟